الشمالية تنضم إلي مراسلة 24 نيوز إسراء الزير. أهلا بك إسراء. قبل قليل كانت هناك رشقة لربما تجاه مناطق معينة في الشمال الإسرائيلي، لتضعين في صورة الوضع لديك، ما هي كذلك أبرز ردود الفعل الإسرائيلية على التطورات الأخيرة؟ يعني 10 صواريخ لورين من نوع كاتيوشا أطلقت في الدقائق القليلة الماضية باتجاه الجليل الأعلى، سمع دوي انفجارات ضخمة في دوفيف وفي تفعون، هذه المنطقة التي تقع أسفل جبل الجرمق. الحديث يدور حتى هذه اللحظة عن ماهية استهداف الحزب لقاعدة ميرون، وإذا ما كان استهدفها فسوف نتحدث عن الاستهداف الثالث وعملية نوعية ثالثة تسجل للحزب منذ 8 أكتوبر، ولكن حتى هذه اللحظات لم يتحدث الجيش الإسرائيلي عن استهداف من هذا النوع من قبل الحزب، ولم يتبنى حزب الله من جانبه استهداف من هذا النوع في منطقة ميرون. يأتي ذلك أيضا في خضم الاستعداد الإسرائيلي لأي رد فعل من قبل الحزب جراء الاستهداف الذي حصل بعد ظهر اليوم في منطقة النبطية، الذي يقول الجيش الإسرائيلي من جانبه أنه استهدف قائد المنطقة التي عمل على استهداف منطقة كريات شموني، حيث كانت تتواجد قوة عسكرية في تلك المنطقة، والحديث يدور عن إصابة جندي جراح خطيرة، مما أجبر الجيش الإسرائيلي على رد هذا الاستهداف بعملية وعملية اغتيال استهدفت مركبة في الشارع الرئيسي في منطقة النبطية. وعليه هنالك ردود فعل متسارعة من قيادة المنطقة الشمالية، وآخرها كان لقائد الجيش في المنطقة الشمالية الذي تحدث بأن الفرقة 188 باتت على جاهزية مستعدة للقتال في المنطقة الشمالية، إلى جانبه أكد بأن بعد القتال استمر لمدة 4 أشهر في الشمال لن يخفف الجيش الإسرائيلي من جانبه في وتيرة هذه المعارك. وأيضا هنالك أوامر للفرقة 36 لكي تبقى بجاهزية دفاع وهجوم في عند الشمال وعند الحدود المحاذية مع لبنان. ليس هذا فحسب، بل أيضا هنالك جاهزية في السماء، وهذا ما يمكننا أن نفهمه مما صرح به قائد سلاح الجو الإسرائيلي الذي تحدث بأن هنالك 10 من القطع الآن تحلق على علو منخفض في الجنوب اللبناني. تنتظر هذه القطع أوامر من الجيش الإسرائيلي تتحول من عشرات إلى مئات، مؤكدا بأن الحزب سوف يستمر بخسارة منظومات. هذه المستجدات المتسارعة في المنطقة الشمالية لم تكن حصرا فقط بعد العملية التي نفذت اليوم بالنبطية، ولكن هذا ما شهدناه منذ ساعات الصباح الأولى، حيث شهدت المنطقة وعلى طول الشريط الحدود الفاصل بين إسرائيل ولبنان عمليات أمنية متسارعة نفذها الحزب بأماكن متفرقة محاذية للحدود مع لبنان. حتى اللحظة تبنى الحزب 7 عمليات آخرها باتجاه موقع بركة ريشة. اللافت ليس مواقع العمليات التي نفذت بها إلى جانب ما حدث في كريات شموني، ولكن اللافت هو استخدام الحزب لصواريخ من نوع ثقيلة، أعلن عن استخدامه اليوم للصاروخ الإيراني الفلق، وأيضا استخدام صواريخ من نوع بركان، وهذه الصواريخ التي أصلا يعبر عنها رؤساء المجالس المحلية في المنطقة الشمالية بأنها تحدث أضرارا ضخمة. لا أعرف إن كان يمكنك أن تسمعي الآن تحليق الكثيف للطيران الاستطلاع الإسرائيلي في منطقة الجليل الأعلى، وهو بطبيعة الحال متوجه إن صح التعبير إلى الجنوب اللبناني. نتحدث عن طائرات بالجملة حقيقة لورين تملأ سماء الجليل في هذه اللحظات، وهذا ما ذكرته في مطلع الكلام وما أكد عليه قائد سلاح الجو الإسرائيلي، حيث أن هنالك عشرات القطع في جنوب لبنان تنتظر الأوامر لتصبح المئات، ويبدو أن هذا هو التحرك الإسرائيلي جراء الحديث حتى اللحظة عن استهداف عين الدولة ميرون. ويبقى السؤال إسراء، يعني في ظل كل هذه التطورات والاستعدادات الإسرائيلية اللافتة والاغتيال كذلك في النبطية، ماذا عن الجهود الدبلوماسية برأيك؟ يعني هذا يعيدنا بشكل أو بآخر للجهود الأمريكية الرامية، وآخرها كان المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتين الذي كان يسعى لإرساء تسوية بين الجانبين يفضي بنهاية المطاف ليس لإبعاد الحزب إلى ما بعد الليطاني، ولكن لإبعاده بمسافة تقدر من 8 إلى 10 كيلومترات. وأيضا هنالك الأحداث المتسارعة التي حدثت اليوم أعادتنا إلى ما صرح به وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالنت الذي كان يتواجد عند
عند المنطقة الشمالية قبل وقت من الآن، والذي تحدث بأن الصفقة المرتقبة في غزة لا يمكن لها أن تلقي بظلالها على الجنوب اللبناني، وهنالك عملية مرتقبة وموسعة باتجاه الجنوب اللبناني. إسرائيل ذاتها التي بشكل أو بآخر تعيش ضغوطا من سكان المنطقة الشمالية، فهجمات الحزب عملت على نزوح ما لا يقل عن 80,000 من سكان المنطقة الشمالية، ناهيك عن تدمير ما لا يقل أيضا عن المئات من المنازل في منطقة الجليل، وربما هذا ما دفع الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية كهذه. ويعيدنا أيضا إلى تهديدات الجيش بتلويحه بأنه يريد أن يعيد واقع أمني إلى المنطقة الشمالية. نعم، من الحدود الشمالية إسرائيل، شكرا جزيلا لك.